بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى سوف نحل تدريبات درس الأسماء الخمسة للصف الثامن. بسم الله نبدأ. الآن هنا النشاط الأول، أملأ الفراغ في كل مما يأتي بما يناسبه من بين القوسين. لقد هذبك أبوك فأحسن تهذيبك، وهنا اخترنا أبوك وليس أباك أو أبيك لأن هنا فاعل، والفاعل في الأسماء الخمسة يرفع بالواو، لذلك أبوك. إن أخاك، هنا إن يكون اسم إن منصوب، فأخاك اسم إن منصوب وتنصب الأسماء الخمسة بالألف. احذر صحبة ذي الوجهين، ذي هنا مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا، وعلامة جر الأسماء الخمسة الياء، لذلك قلنا ذي وليس ذو أو ذا. مررت بي، لاحظوا الباء حرف جر والأسماء الخمسة تجر بالياء، نقول بحمي. وهنا قال الأصمعي: بينما أنا في بعض البوادي وإذا بصبي معه قربة مليئة بالماء قد غلبته، فأخذ ينادي ويقول: يا أبتي أدرك فاها، مفعول به ومنصوب بالألف. غلبني فوها، فاعل مرفوع بالواو. لا طاقة لي بفيها، فيها هنا مجرورة بماذا؟ مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. المثال الثاني، أعين الأسماء الخمسة وعلامة إعرابها. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. أبوهما هي من الأسماء الخمسة وعلامة الإعراب هي الواو، وهنا أبوهما اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. قال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أخوك هي من الأسماء الخمسة، وما هي علامة الإعراب؟ الواو. إذن هنا أخوك اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الواو. المثال الثالث، ما ضل ذو أمل. ذو هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، إذن العلامة الإعرابية هي الواو. في المثال الرابع، أبى الزهرائي. أبى هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف، إذن الألف هي العلامة الإعرابية. في المثال هنا قال أبو، أبو فاعل والعلامة الإعرابية الأسماء الخمسة ترفع بالواو والفاعل يكون مرفوعا. وهنا فما كل ذي، ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. قال الحبسي: وتب واصحب أخا العلم. أخا هنا مفعول به، والمفعول به منصوب، بالتالي ينصب بماذا؟ بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. اغسل فاك، فاك أيضا هنا مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه أيضا الألف. قالت العرب: كل فتاة بأبيها معجبة. الباء هنا حرف جر، وأبيها اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء. لأنه الآن معنا هنا نشاط الثالث، وهو نريد أن نستخدم الكلمات الآتية في ثلاث جمل بحيث تكون الأولى مرفوعة والثانية منصوبة والثالثة مجرورة. نبدأ بكلمة أخو. هنا أخو، أخوك صديقي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. أعطيت أخاك مفعول به منصوب بالألف. اعتمدت على أخيك اسم مجرور بالياء. محمد ذو خلق، محمد ذو خلق خبر مرفوع بالواو. أحب ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. مررت بذي الخلق الحسن، ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء. هنا جاء أبو الطيب، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. ورأيت أبا محمد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. سلمت على أبي علي، وهنا اسم مجرور وعلامة جره الياء. النشاط الرابع، أعلل عدم إعراب الكلمات الملونة فيما يأتي إعراب الأسماء الخمسة. قلنا لا بد من شرطين اثنين للأسماء الخمسة حتى تعرب أسماء الأسماء إعراب الأسماء الخمسة، وهما الشرطان. ما هما؟ الشرط الأول أن تكون مفردة ليست مثنى ولا جمع، والشرط الثاني أن تكون مضافة إما إلى اسم ظاهر أو إلى أي ضمير غير الياء. لنرى هنا، قال تعالى: فكان أبواه مؤمنين. كلمة أبواه هنا مثنى ملحق بالمثنى، لذلك فهي ليست من الأسماء الخمسة. أما كلمة هنا أخي فليست من الأسماء الخمسة، لماذا؟ لأنها مضافة إلى ياء المتكلم. وهنا أخلص لصديقك يكن أخا وفيا، أخا هنا مفرد لكنها ليست مضافة إلى ضمير. وهنا وظلم ذوي، ذوي هنا جمع، إذن فهي ليست من الأسماء الخمسة. وهنا ذا هي اسم إشارة ليست من الأسماء الخمسة لأنها ليست بمعنى صاحب.
هنا الإعراب، قال تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الباء هنا حرف جر كما تشاهدون، رأس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وأخيه وهو مضاف، أخيه مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأن الأسماء الخمسة تجر بالياء وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. قال المتنبي: ذو العقل. ذو هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والعقل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وهنا وأخو، الواو هنا استئنافية، أخو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو أيضا لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والجهالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وهنا الصل هي عبارة عن فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت وحماك، مفعول به منصوب علامة نصبه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. هنا أضبط بالشكل الكلمات، كلمات البيت الآتي: أخو العلم، طود الحلم، ذو المجد والحجى، أبو الفضل من عم الورى بالفضائل. الحركات هنا موجودة كما تلاحظون. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.